انه كثير ما نسأل سؤال حول هذا القضيه بالذات، انه كثير ما نسمع بعض طلبه العلم يذكرون ان الحد الجهاد يذكر، فهل كيف الحد نعم، حدود العقوبات نعم تسقط بالجهاد، فهل ثبت ذلك الشيء في ذلك الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هناك حديث في السنن أنه لا يحد بالسفر، وفسر السفر بالجهاد، أو فسر السفر بالسفر المفروض بالجهاد، لأن في إقامة الحد على المستحق له من المجاهدين ربما يكون سببا لفراره من صفوف المسلمين وانضمامه إلى أعداء المسلمين، فيترتب من وراء ذلك مفسدة على الجيش المسلم هي شر من مفسدة ترك إقامة الحد على ذلك المستحق. هذا دليل هذا الحديث. لأنه ذكرني إذا الحديث في قصة سعد مع المحجن، يعني عندما جلده بالخمر ثم حبسه فهذا أوقع العقوبة به، لعل سعد لم يكن قد بلغه، يعني يمكن ان يقال هذا، ويمكن ان يقول انه ما يغلب على ظنه ان هذا من اولئك الذين يخشى عليهم، ولعل هذا هو الارجح.